تجويف البطن مبطن بغشاء مصلي اسمه بريتونيوم اللي هو غشاء الصفاق، والبريتونيوم بينقسم إلى طبقتين، برايتال بريتونيوم وفيسرال بريتونيوم. البرايتال بريتونيوم بيخطط جدار البطن، والفيسرال بريتونيوم بيغطي الأعضاء الموجودة في تجويف البطن. الطبقتين بيفصل بينهم طبقة رفيعة من سائل مصلي بتمنع احتكاك الأعضاء أثناء الحركة. غشاء الصفاق بيكون تجويف اسمه بريتونيال كافيتي اللي هو التجويف البريتوني، واللي بيحيط بأعضاء البطن وهم الليفر ما عدا طبعا منطقة البير إيريا والجول برادر والسبلين والستومك والأوفاريز ومعظم الانتستنز. في الذكور البريتونيال كافيتي بيبقى تجويف مغلق، ولكن في الإناث بيتصل بالخارج من خلال اليوترين تيوبس واليوترس والفاجينا اللي هما كنوات الرحم والرحم والمهبل. البريتونيال كافيتي بيحتوي على كيسين، احدهما الاكبر واسمه جريتر ساك اوف بريتونيال كافيتي، والاخر وهو الاصغر واسمه ليزر ساك اوف بريتونيال كافيتي او ما يسمى اومنتال بيرسي. الجريتر ساك موجود بين السطح الداخلي لجدار البطن الامامي والسطح الخارجي للابدومينال فيسرا، وبيكون محاط بالبرايتال والفيسرال بريتونيوم. بيتصل الجريتر ساك بالليزر ساك من خلال ثقبة أو قناة اسمها إبيبلويك فوريمين أو ما تسمى فوريمين أوفونسلو، والليزر ساك موجود بين المعدة وجدار البطن الخلفي. في مجموعة طيات عديدة أو فولدز من البريتونيوم ممتدين بين الأعضاء. دور الطيات دي انها بتمسك في الاعضاء وتثبتها في مكانها، وفي نفس الوقت بتغلف الاوعية الدموية والاعصاب المتصلة لكل تركيب الاعضاء دي. الفولدز دي واللي هي عبارة عن طبقة مزدوجة من البريتونيوم بيطلق عليها اسم ميزنتري وأومينتا وبريتونيال ليجامنتس. الميزنتري هي عبارة عن طبقة مزدوجة من البريتونيوم بتغلف الامعاء اللي هي الانتستين وبتربطها بجدار البطن، والميزنتري دورها انها بتوفر مسار للبلاد فيسلز واللمفاتكس والنيرفس المتصلة بالامعاء الدقيقة. الأومنتا هي عبارة عن ميزنتري برضو اللي هي طبقة مزدوجة من البروتينيوم، ولكن الأومنتم بتكون متصلة بالمعدة وبتنقسم الى جريتر أومنتم وليزر أومنتم. الجريتر اومنتوم هي فولد من البروتينيوم مشحونه بالدهون بتنزلق لاسفل من الجريتر كيرفيتشر او ذا ستومك، وبتوصل الاستومك بالسبلين والترانسفيرس كولون، بينما الليزر اومنتوم بتوصل الديدونم والليزر كيرفيتشر او ذا ستومك بالليفر. الابدومين فيها العديد من الأربطة اللي هي بيروتينيال ليجامنتس بتوصل الى اعضاء ببعضها وبجدار البطن. البيروتينيال ليجامنتس هي مش أربطة بالمعنى المعروف عن الأربطة، ولكنها عبارة عن مناطق مميزة من الميزنتري بتوصل التراكيب ببعضها وبتتسمى بناء على اسماء الاجزاء المتصلة بيها. فعندنا الجريتر اومنتم بتحتوي على 3 مناطق مميزة تم وصفهم كبيروتينيال ليجامنتس، وهما الجاستروكوليك والجاستروسبلينيك والجاستروفرينيك. الليجامنتس دي بتوصل الجريتر اومنتم بكل من الترانسفيرس كولون والهايلم اوف ذا سبلين والجريتر كيرفيتشر والفاندس اوف ذا ستومك والدايفرام والاسوفاجس. والليزر اومنتم بتحتوي برضو على الليجامنتس وهم الهيباتوجاستريك والهيباتوديدينال، ودي أربطة بتوصل الاستومك والديدونم بالليفر.
الليفر بيبقى له نصيب من الأربطة الخاصة به. تعال نعرفهم. عندنا الراوند ليجامنت أو ما يسمى ليجامنتم تيرز، والفالسيفورم ليجامنت، والكورنري ليجامنتس. الراوند ليجامنت بيقع على الحد السفلي من الفالسيفورم، والفالسيفورم ليجامنت بيمتد بين الكبد وجدار البطن الأمامي والحجاب الحاجز، فبيكون خط بيقسم الكبد تشريحيا إلى فص أيمن وفص أيسر. والفالسيفورم ليجامنت بيوفر الدعم الهيكلي للكبد وبيوصل السطح العلوي للكبد بالحجاب الحاجز وجدار البطن العلوي من الأمام. الكورونري ليجامنتس محيطة بالقطب العلوي للكبد وبتوصله بالحجاب الحاجز وبتكون منطقة البير إريا. التهاب البروتينيوم أو البروتينيال كافيتي بيطلق عليه اسم بيريتونيتس. التهاب الصفاق الحاد اللي هو أكيوت بيريتونيتس، السبب الشائع ليه هو وجود تسريب لعدوى بسبب ثقب موجود في الأمعاء.